السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدر. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم فيديو هلأ من 5 دقائق تقريبا نزل، خلص التحديث وفتت على اللعبة مشان نبلش سامونينج على ليليا. طبعا البانرات اللي موجودة حاليا اللي هي بانر ليليا وبانر ديان، اللي هي ما بتوقع حدا يعمل عليها، والبانر الطبيعية اللي هي هي كمان ما حدا يعمل عليها. خلينا نشوف هلا احنا الشخصيات اللي موجودة ببانر ليليا. حلو، هلا اسكانور موجود، اسكانور موجود، ديمن مليودس مو موجود. لا والله موجود ديمن مليودس. حلو، ممتاز جدا. هلا انا من البانر هاي فالنتي مو مشكلة اذا بيطلع لي منها، دوبس، اسكانور طبعا، ارثر بدي، كمان هيلبرم الاحمر بدي، هاوزر بدي، جيريكو اعتقد بدي لسه نسخة، وديمن مليودس لسه بدي شي 4 نسخ، وطبعا ليليا. هلا انا كنت ناوي اعمل 3 روتيشنات كاملين على البانر، مثل ما شايفين انا مجمع الجمات تبعاتي، ما عملت على ديان وعملت روتيشن واحد اعتقد بس على فالنتي، ممكن او روتيشنين، لا روتيشن واحد بتذكر عملت على فالنتي لاني مجمع مشان هي البانر. طبعا ليليا مشان اشرح لكم بس عنها الشخصية، هي طبعا من التوب 3 هتكون المفروض بالجلوبال عنا، من توب 3 يونتس لأكثر من سبب. اول شيء انه هي شخصيه سبورت كتير 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 قويه. يعني كيف احنا عنا شخصيات سبورت مثل جوثر الاحمر وكينج الازرق، هدول شخصيات اساسيه بكل تيم بتلاقيهم انت. ليليا الزرقاء حتكون كمان من اليوم وجاي، يعني بدها تكون مفروض من الشخصيات الاساسيه الموجوده بكل تيم. اول شيء عندك اليونيك تبعها بتعطيك increase other allies pierce rate by 50% of the hero's pierce rate. يعني اذا هي البيرس تبعها 100% بتعطي التيم كلياته 50% pierce rate. فهي اليونيك بتفيد لاي شخصيه باللعبه، اي شخصيه بتفيدها، واكثر شيء بتفيدهم الشخصيات اللي هن المعتمده على البيرس مثل ديمون مليودس وهاوزر. حتى من الشخصيات اللي بيستفادوا كتير من اليونيك تبعها هو اسكانور، لانه اسكانور بالاصل البيرس تبعه كتير عالي. البيرس تبع اسكانور اعتقد 80 ولا 85 ولا شيء، مع اليونيك تبع ليليا بصير فوق 100 تقريبا، فكتير كتير حلو. حتى البيس بيرس تبعها الاساسي تبع ليليا بيكون 50% اعتقد، فحتى لو انت مو حاطط له ولا شيء بيرس حتضل انت عم تستفاد منه اقل شيء 25% بيرس. هي واحدة من الشغلات اللي هي بتخليها من اقوى الشخصيات باللعبة كسبورت وكشخصية. ممكن هلا ما كتير ناس بيمشوا عليها دمج، خليني اشرح بس كمان عن الباقي السبيشالات. الالتيميت تبعها نفس الالتيميت تبع هاوزر بالضبط، 350 on all enemies و decrease skill ranks. يعني اذا عندهم اللي ضدك مثلا كروت جولد او سيلفر بتنزلهم رانك تبع هاي الكروت، وعلى كل رانك بتنزله للكروت بتنزل الالتيميت جيج بالمقابل. عندك السكيل تبع الهيل تبعها، هاي السكيل مختلفة عن السكيل تبع كينج بشغلة. هلا كينج عنده برونز سيلفر جولد، البرونز تبع كينج بتعطي بيوريفاي فقط، السيلفر بتعطي بيوريفاي وهيل، والجولد بتعطي بيوريفاي وهيل. ليليا بالعكس، البرونز تبعها بتعطي هيل، السيلفر بتعطي بيوريفاي وهيل. يعني انت اذا عندك ليفل 1 بس من ليليا ما فيك تشيل الديبافات سواء كان بتريفاي او اتاكسي او اي شيء، لازم تكون ليفل 2. فهذا الشيء اللي بيعطي لكينج شوي مميزة عنا لليليا بالموضوع هذا. السكيل الثالثة تبعها اللي هي الاي او اي الت جيج ريموفال، هاي السبيشال تبعها بتضرب كل اللي بالساحة. على ليفل 1 بتعمل 150 على كل اللي ضدك، على السيلفر كارد بتعمل 150 دمج وبتشيل 1 التيميت جيج لكل اللي ضدك. هاي كتير كتير رح تكون مفيدة ضد تيمات الالتيميت راش، اذا اللي ضدك والله مجهزين الالتيميت باللفة الثانية، بدل ما انت تعمل بمارلين كل واحد تشيل له الالتيميت، تستخدم الكارت تبع ليليا هاد بتشيل الالتيميت تبع كل اللي ضدك 1. وعلى الجولد بتشيل 3 التيميت جيج من كل اللي ضدك. طبعا الباقي هو هذا اللي انا بدي اشرح فيه، فخلينا نبلش. طولنا عليكم الشرح، وان شاء الله انا يعني بتمنى اني اسويها 6 6، فخلينا نشوف. هلا الحظ هالمرة عباد مو معي، ف نوعا ما شاكك بالموضوع. طيب نوك باك. هلا انا من الـ الجولد كاركترز بدي هندريكسن الاخطر،
لانه هندريكسن الاخضر بينحط عليها بوند. انا ما كنت بعرف هذا الشيء من قبل، فللاسف. حلو حلو حلو، نجوم هاي جارانتيد اس اس ار وكاونتر. هلا اسكانور ديمن مليودس ليليا مبدئيا، اي واحد من هدول الثلاثة كتير ممتاز. طبعا انا غير انه بدي الهندريكسن، بدي جولد كوينز قد ما فيني مشان اشتري اس ار بيندنتس، واحتمال اذا ما طلع لي نسخ من ارثر ولا الشخصيات اللي بدي اياها اذا كان عليهم ديسكاونت ممكن اشتريهم. حلو، في عنا واحدة رينبو بالاخير، مو بالاخير يعني، ممكن ثلاثة قبل الاخير، ممكن يكون في فيك اوت، بس ان شاء الله يطلع لي. هلا انا بدي اربع نسخ من هندريكسن الاس ار، اعتقد باقي لها تنتين للاس اس ار، يمكن هلا هي. تمام، مارلين الحمراء ولا الزرقاء؟ هي الزرقاء. كوين، بما انه هلا موجود كينج الازرق بالكوين شوب، فبدي اشتري النسخة تبعه. الشمس مضوية. هلا اعتقد انا سمعت مكان ولا شيء، انسوا انسوا. ما في هندريكسن. طيب لسه في عنا ستيبات كتير. الحلو بالبانر هي انه على ال 150 يعني بعد 15 مالتي هيعطونا ليليا الخضراء، هذا الشيء كتير حلو على فكرة. انا ما يعني انا ما عندي ليليا الخضراء، اني ما عملت عليها، فهذا الشيء كتير راح يفيدني، خاصة انه اول شيء بصير عندي شخصية جديدة للفيلا مشان البوكس سبيس، وبصير عندي لبس تاني لليليا الزرقاء، لانه ما في الها كتير لبس اعتقد. ديد مالتي هي فيها واحدة بس جولد. طيب هلا هاي جارانتيد اس اس ان شاء الله يطلع لنا فيها دبل. اسكانور انيميشن بيكون ممتاز كتير بصراحة. ديمون فور ممكن يكون فيها دبل اس اس ار، لانه هي فيها كل شيء تقريبا الا اسكانور انيميشن. هلا انا اذا شفتوا الفيديو تبع ديمون مليودس، اعتقد اكثر مره بيطلع لي فيها اسكانور انيميشن بحياتي، طلع لي فيها ثلاثه اسكانور انيميشن. هديك هي ممكن دبل، ما بعرف ليش حاسس انه حيكون فيها دبل اس اس ار. حلو، الاولى والاخيره، بسم الله. حلو ديمون مليودس، حلو حلو كتير حلو. للاسف هاي الثانيه الاخيره. طيب حلو، هاي ديمون مليودس. ديمون مليودس عندي 2/6 بصير 3/6. هلا انا ديمون مليودس اعتقد بالميتا هلا تبع ليلي، اعتقد ديمون مليودس حيصير عندي بشخصيات اساسيه بالتيم على تيم البيرس. ممكن هلا صرنا بالاخيره رحنا. تمام، هاوزر حلو. انا ما عندي 6/6 لسه لهاوزر، فممتاز. خليني بس اخذ صورة مشان جاكر فيها عباد بعد شوي. طيب حلو، مبدئيا احنا السامنز عندنا ممتازين. ديمون فور ممتاز، جارانتيد اس اس ار ممتاز جدا. شوف فيها اثنين ولا فيها واحد. هلا لحد الان طلع لي هاوزر وديمون مليودس ومارلين. يعني هلا لسه بدي اسكانور، وبدي ما بدي ليليا طبعا. ورجيني الثانية، اعتقد الثانية. تمام، سليتر. يلا كوين، بس هلا ما في هندريكسن، هذا اللي صادمني. هندريكسن بالعادة بكل مالتي بيطلع منه ثلاثة. طيب هاي ديسكاونتد. حلو، جاردي صار ممتاز. هاي في كاونتر وفي نجوم، ما كان في ديمون فورم، فول ديمون فورم، فممكن تكون بس واحدة اس اس ار، بس لحد الان ممتاز جدا جدا. ممكن مالتي ولا مالتيتين بس اللي ما طلع لنا. هاي شكلها حيكون فيها فيك اوت، ممكن لحد الان ممكن مالتي واحدة بس اللي ما طلع لي فيها. اوكي،
تانية. طيب خلينا نشوف مين هالبرام. هاد شكله الأخضر، الأخضر مبنى أخضر كوين. تذكروا لما كان اجت فترة بدي هذا الجوثر؟ شوف هلا كم واحد عم يطلع منه. هي شكلها هي، حاسس انه هيك ميتة، هيك عندي احساس انه ميتة. جهز السكيب مشان اذا عمل لي نوك باك. لا والله ما في نوك باك، بس حاسس ميتة. احساسي بمحله. طيب بدي جمع قد ما فيني جولد كوينز وسيلفر كوينز، لانه هلا في نص ستامينا على الكتب جاي قريب، فبدي احاول اني افرم قد ما فيني جولد، لانه ما معي بصراحة كتير. نوك باك. اوه لهلا ولا هندريكسن. معقول هندريكسن مو موجود بالبانر؟ اعتقد هلا هيك بنكون خلصنا الروتيشن الاول. احنا سما صافية، شكله في نوك باك. نوك باك. هلا بيعطوني ليليا اعتقد. تمام، انا كان نفسي ان تطلع لي بالمالتي. طيب نروح على الروتيشن الثاني. هلا الدنيا ظلام، شكلها نوك باك. لا والله مو، لا حاسس في شيء. تمام ما في شيء. طيب هلا الديسكاونتد. طبعا انا مثل ما اذا شفتوا انتم هلا صار في نزلوا اليو ار جير لليليا بالباتش، هاي نزلوا يو ار جير لليليا، ف انا هلا احتمال اني ساوي لها يو ار جير. لسه يعني مو 100% متاكد، بس احتمال كتير كبير اني اعمل لها يو ار جير لليليا بهال شكل الحظ تبع اللفه الاولى عم يروح. بس لحد الان يعني فينا نقول انه الوضع مو سيء. سكيب. حسيت انه ما حيكون فيها شيء. انا اذا بيكون معي ورقة بايدي، هي مو ورقة، الغصن بايدي بتشائم. حلو عيونه لمعه، شكله حيعمل لي نوك باك مرتبة هلا. لا والله مو نوك باك، بس ما بعرف ليش حاسس انه ما راح يكون فيها اس اس ار. هي خلينا نستنى هالمرة، لانه خوفك هلا يطلع فيها اس اس ار. لا ما فيها اس اس ار ابدا. 10 R. طيب هلا جارانتيد. يلا بدنا اسكانور انيميشن دبل اس اس ار، دبل ليليا، دبل اسكانور. ما في اي دبل، وبايده غصن كمان. لو مو جارانتيد كنت حاعمل سكيب، بس جارانتيد. سيء سيء جدا. ما طلع لي ولا هندريكسن. شكلي ما ححط هندريكسن عليها. هي بنحط عليها مارلين. البوندات او الاسوسيشنز تبعاتها لليليا هن هندريكسن ومارلين. اول وحدة حلو، ما بنضطر نستنى. مين حتكون؟ حلو، هي ليليا الخضراء ولا الزرع؟ لا تقول الخضراء، الزرع. حلو حلو ممتاز. في هندريكسن هون؟ ما في هندريكسن. طيب ناخذ سكرين شوت. هلا هيك صارت 2-6. الروتيشنات اللي بدي اعملها المفروض تصير 4-6 اعتقد. هلا انا عم روح كل شيء معي، لاني انا من الاصل مخبي مشان هاي البانر. انا ما عملت لا على ديان ولا، وما عملت الا على فالنتي روتيشن واحد، لاني مخبي لديان. لا هي شو اسمها ليليا، لانه بصراحه انا شايف كتير فيديوهات مثلا باليابانيه ليليا لهلا. هاي واحد هندريكسن، واخيرا ما كنت بحياتي متصور اني انا اتمنى يطلع لي هندريكسن. مع انه انا ماسح منه نسخ لحتى هاي الحاجه. هاي شكلها ميته. هاي هندريكسن تاني حلو، بس لهلا ما طلع لي ارثر. ارثر الاس اس ار شكلها هي ميتة. تمام. طيب خلينا نشوف. هلا انا بدي اس اس ارز كمان بصراحة، حتى لو مو مناح بدي اس اس اي فلاش. شكلها هي حتكون نوك باك. سكيب. ما في.
طيب هاي الملتي الأخيرة راح يكون فيها جارانتيد ليليا، بس غريبة والله، أنا كأني روحت اسكنور أنيميشنز تبعاتي كلياتهم. نوك باك. طيب هلا هيك المفروض ناخذ النسخة الثانية من ليليا. ممتاز. هلا الروتيشن الأخير راح يكون هاد. والله إذا بيطلع لي نسخة اسكنور، نسخة دي من مليودس، نوك باك، ما طلع لي ولا نسخة. بس اعتقد الافرج مو كتير منيح، يعني مو طلع لنا لحد الان. احنا بعد اول مالتي كانت حلوة، بس بعدين بلش الحظ ينزل. نوك باك ورا نوك باك، ولهلا ما خلصنا. انا خايف اخلص الروتيشنات كلها وما يطلع لي هندريكسن اقدر اسوي 6-6. اوه حلو، في اي فلاش والسما صافية، وفي معي هوك ومعي سيف اليزابيث ونوك باك. بس في جولد كوينز منيح. هلا انا لما قبل البانر ما عندي ولا جولد كوين، وسيلفر كوينز كان عندي يمكن 6، فهلا ببين معنا هون. او ببين معنا هلا كم، هلا جارانتيد اس اس ار، ببين معنا كم جولد وكم سيلفر طلع. والله بلشت اتشائم نوعا ما. هلا هو منيح، طلع لي نسخة ليليا بالطريق، وليليا الخضرة حتطلع لي من هذا شو اسمه اللويالتي بوينتس، وطلع لي نسخة ديمون مليودس وهاوزر. اعتقد بس هدول اللي عليهم القيمة، ديمون مليودس وهاوزر وليليا. طيب الأولى خلينا نشوف مين. ديث بيرس هذا لازم يشرفنا بكل بانر، لازم بكل بانر يطلطل علينا هيك طلطلة سريعة. طيب هوك 700 جيم لحد الآن تقريبا، ما في ولا اسكنور انيميشن. يا ريتني ضليت على بانر ديمون مليودس على هالحالة. بانر ديمون مليودس يمكن عملنا 500 عليها، اعتقد 500 واخد. بما انه بول زرقاء يعني 100% ما فيها، ولهلا ما في هندريكسن. احنا طلعنا يمكن نسختين بس هندريكسن او 3 نسخ، والله ما بعرف. شكله ما راح يصير 6-6 هندريكسن. حلو، احتمال يكون فيها اس اس ار. ما بعرف ليش عندي احساس انه حيكون فيها اس اس ار. اذا طلع الخط ازرق، لا مو ازرق، ممكن يكون فيها اس اس ار. والله ما في اس اس ار. طيب لسه باقي لنا ملتيتين، 3 ملتيات اعتقد. 728، 700 اكثر من 728، 726 سوري، 726 جيم. سكيب. طيب هلا اخر ملتيتين، يلا يلا اعطوني بس اس اس ارين بهالملتي. حلو حلو حلو، ديمون فورم نجوم. حلو، اذا هلا بما انه اخر ملتيتين خلينا نعرف شو بدنا نتمنى. بدي ليليا او ديمون مليوتس او اسكانور، بس هدول الثلاثة، الباقي بيتأجلوا مو مشكلة. واحدة اس اس ار اعتقد الرابعة، اثنين، خلينا نشوف الرابعة. اوه اسكنور. حلو، اسكنور اسكنور هلا صار 5-6 يمكن. ممتاز اسكنور، يلا الجارنتيد كمان اسكنور او ليليا. ليليا لا ما بدنا اسكنور، خلاص ليليا ما في حدا شكلها. شكلها حتكون ميتة هي. سكيب. كان عندي شعور انه ما في حدا. طيب هيك صرنا عاملين 726 جيم.
خلينا نشوف في 700. هلا اول شيء ناخذ اللويالتي بوينتس للي الخضراء. هي بصراحة كتير اللعبة يعني كريمة، عطتنا ليليا الخضراء ببلاش على المالتيات، وثلاثة اس اس ار اعتقد. هلا اعطوني شي اتشيفمنت على السامنز اللي عملناهم اليوم. طيب خلينا نشوف الكوين شوب. سوري مو هون، خلينا نشوف بالكوين شوب كم كوين. 13، لا انا كان عندي 117 جولد كوين، 200 لا هلا هون كان صفر، صاروا 117. هذا ارثر بدي اشتري لانه ما حيطلع لي، انا شايف هذا الزلمه غير هون غير هيك ما بده يطلع. بس حلوين 117. بس خلينا نشوف هندريكسن، حلوين هيك هون صافين جنب بعض ممتازين. وينو هندريكسن؟ كل هالمالتيات ما طلع لي الا نسختين منه، والله غريب. يعني ما حيصير 6-6 هذا للاسف. بس الحلو انه اسكانور بياخد التيميت زيادة، وديمن مليودس التيميت زيادة. خليني احطهم قدامكم عشان ما تقولوا انه عمر عم يخبيهم علينا. صار 4-6 اسكانور، دمج الالتيميت 1092. وين ديمن مليودس؟ ديمن مليودس صار 3-6 كمان رح نحطه. وفي ليليا كمان حتصير 4-6. انا بصراحة كان نفسي ساويها 6-6 لليليا، لانه انا بعرف انه هي حضل عم استخدمها لفترة طويلة من الزمن، يعني مشان هيك كنت ساويها 6-6. اعتقد هلا الاس اس ارات الباقية في هاوزر، ممكن في هاوزر. وين هاوزر؟ شوفوا هاوزر تبعي شو بزعل. 3-6 هلا صار 4-6 هاوزر. اذا في لسه معي كوينز بدي خليني اورجيكم. بس تمام، اشتري كينج 2 3 4 وديث بيرس، لانه كينج هي النسخة الاخيرة اللي بدي اياها مشان نسوي 6-6. اول شخصية اس اس ار 6-6 عندي على فكرة هو كينج، ما عندي ولا شخصية تانية اس اس ار 6-6. وفي كمان عنا ارثر، رحنا قلنا انه اشتريناه له الالتيميت 4-6. انا ما بعرف ليش البانرات، اذا لاحظتوا انا كل البانرات السابقة كنت بدي ارثر وهاوزر وجيريكو، ولا مرة طلعوا لي هدول الثلاثة. هاوزر بس طلع لي اليوم. طيب هيك بنكون احنا خلصنا الفيديو اعتقد. ان شاء الله ما اكون طولت عليكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالسامنز تبعاتي. وشاركوني انتو شو السامنز اللي طلعوا لكم على الديسكورد او على اليوتيوب، شو طلع لكم وكم الجيمات اللي استخدمتوها. وبالنهاية اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموا القناة باللايك والسبسكرايب والشير، وشوفكم على خير.